رب يبعد عننا كورونا. طب احنا معانا على الهاتف الطالب المصري اللي سمعنا شهادته دلوقتي حالا، حسام نجمي، طالب في احدى جامعات فرنسا، هو دلوقتي في مقر الحجر الصحي في احد فنادق مطار القاهره. حسام مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ ازيك، عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. انا بس قبل، يعني انا صحيت على الفيديو ده على فيسبوك، بتالي مصر كلها شافته النهارده. قول لي ايه السبب اللي خلاك تقرر ان انت تنزل فيديو وكلامك منضبط جدا بسيط ويعني باين انه طبيعي وحقيقي جدا؟ قول لي ايه السبب اللي خلاك تقرر تقول يعني تتكلم الكلام ده في الفيديو النهارده؟ والله انا شفت مجهود بوزل جامد من الدوله ان هم يرجعونا من البلاد المختلفة عشان نرجع لأهلنا في أزمة للأسف ضربة العالم كله، الكورونا. واتضايقت جدا لما لقيت فيديوهات للأسف طالعة بتطلع إشاعات وحاجات غلط عكس تماما كل اللي حصل معانا. فقلت أنا لازم أطلع على الفيديو دوت وأتكلم وأقول الحقيقة وأقول الفرق أنا شفته بكل صدق وبكل أمانة. وفعلا زي ما حضرتك قلتي الفيديو طلع يعني تلقائي جدا، أنا فعلا ما كنتش مرتب أي حاجة من اللي أنا قلتها. انا حرفيا حاجات كل حاجه حصلت معانا من اول ما السفاره بتاعتنا الجميله فرنسا كانت بتتعامل معانا وكانت بتكلمنا كل شويه تقعد تتواصل معانا لحد ما وصلنا الفندق هنا، وكل الناس سواء اطباء او شرطه أو الناس اللي في الفندق، فعلا كل شخص اتعاملنا معاه من ساعه ما جينا طلعنا من فرنسا لحد ما وصلنا هنا احنا فعلا منبهرين ومبهورين فعلا من كل تنظيم حصل في الرحلة بتاعتنا عشان نجي هنا مصر ونقعد مع أهلي. حسام، أنت راجع لوحدك من باريس؟ أنا كنت راجع لوحدي من باريس فعلا، بس اتعرفت على ناس شباب في الطيارة، يعني اتعرفنا على بعض. احنا 7-8 شباب وكمان طبعا الناس الباقيين معانا في الطيارة. ايه اللي بيحصل في الحجر؟ يعني قول لي، انتوا دلوقتي قاعدين في الفندق في حجر، انه معزولين عن الناس 14 يوم، لان طبعا فرنسا تفشى فيها الفيروس بشكل كبير جدا وده اجراء لازم يحصل، بس قول لي ايه اللي بيحصل؟ يعني هل في مراجعة طبية ولا انتوا مش محتاجين ده، انتوا بس محتاجين العزل دلوقتي؟ فعلا في متابعة طبية، كل يوم بيجي لنا دكاتره بيخبط على اوضه اوضه وبيكشفوا على حرارتنا مرتين في اليوم، الصبح وبالليل. وغير كده كمان انا لحد دلوقتي ما اعرفش، بس انا سمعت كمان كل 3 ايام او كل 5 ايام هيعملوا لنا كشوفات في الدم عشان يتاكدوا برضو ان احنا سلام، ما فيش الفيروس، ما فيش اي حد عنده الفيروس. غير كده كمان بيوزعوا علينا كمامات كل شويه وبيدونا حاجات بتتعقم، وفي متابعه دائمه من الحجر الصحي او الكرو بتاع الدكاتره المحترمين. بصراحه يعني حاجه في منتهى الرقي وحاجه في منتهى الجمال. انا فعلا مبسوط ومبسوط جدا جدا من كل اللي بيحصل، ويعني يعني فعلا انا عمري ما شفت بلد بالمنظر ده، وانا فخور ان انا فعلا مصري، واتمنى يعني الموضوع يعني بلد تروح بسكة جميلة يعني، ونكمل على كده ان شاء الله باذن الله. اعتقد بهذا الاداء احنا يعني نتمنى انه ده يكمل، لانه احنا كلنا بنفتخر في هذا التوقيت انه مطارات كل العالم قافله والطيارات قافله، وفي مواطنين اوروبيين عايزين يروحوا اوروبا ومش عارفين، ولكن انتوا تواصلتوا مع السفاره عشان ترجعوا في طياره جات لكم. انا عايز اقول لحضرتك في اصدقائي من كندا ومن فرنسا ومن الهند ومن الصين ودول مختلفه، دول كبيره زي ما بنسمع عنها، والله لما قلت لهم اللي حصل معايا ده بيقولوا لي بختكم انتوا مصريين. انا بقول لحضرتك بالحرف كده، يعني الناس كلها منبهره من عمليه السفاره بتاعتنا معانا، اتصال، ايميلات، كل ما بتحصل حاجه جديده بيبلغونا يقولنا يا جماعه طب انتوا عندكم مشاكل، طب انتوا لو عيانين احنا ممكن نكلم نبعت لكم عربيات مخصوص توديكم مستشفيات عشان تتعالجوا، لو في اي مشكله كلمونا احنا زي يعني اولياء اموركم. يعني فعلا احنا حسينا قد ايه قيمه المصري في الخارج، ودي حاجه فعلا يعني ما فيش اي حد تاني عملها مع اي دوله مختلفه يعني. بجد انا بشكر كتير من كل الطاقم الدبلوماسي اللي اتعاملنا معاه في باريس، وطبعا في العالم كله اكيد بيعملوا نفس الكلام، وفعلا انا فخور جدا ان انا مصري النهارده يعني. حسام، انت بتدرس ايه؟ انا بدرس ماجستير هندسه مدنيه في ليون في فرنسا. طبعا الحمد لله على السلامة، وبشكرك، بشكرك على الشهادة دي، وبشكرك ان انت كنت موجود معانا. حسام نجمي، طالب القادم من فرنسا، زي ما حسام ذكر في دول أوروبية عظمى ودول عظمى في العالم كله سكانها عالقين في دول مختلفة، وبيقول لك خليك عندك ما ترجعش، ولكن الأداء المصري في هذا التوقيت هو يعني عدى مرحلة المشرف، هو فخر لكل مواطن مصري. التجربة والنموذج اللي بيحصل دلوقتي يمكن
اعاد روح الوطنيه واعاد روح الانتماء لينا كلنا. يمكن بنفتخر ان احنا مصريين، بنفتخر ان احنا كلنا دلوقتي لينا ادوار في هذه الدوله. الحقيقه ان انتوا كمان كمواطنين كلنا علينا دور، دور الاعلامي، دور الاطباء، دور الشرطه، ودور على حضراتكم يمكن هو الابسط ولكن الاهم، نبقى في المنزل.